طلقت. والله اي شيء بس كنت طيب. انا احبه بالكشمش. اي والله كشمش ولوز. الله هيجي كفته وبيض مسلوق. اختبار اليوم كان برياني، فكيفنا نختار برياني دجاج او لحم؟ اختاريت اني من يعني البرياني، فكل بيت هو من يمكن الاختبارات المحببة الكنة للبنات أكثر شيء، البهارات اللي انطونا إياها بالتدريبات إنه فلان شغلة أساسيات، بعد كل من يضيف نكهتي أنا بالبيت أسوي بهاي نكهتي. إحنا نحب طعم الهيل، لذلك كان شوية تحقيق إنه هيل هواية، أنا كلش أحب الهيل، كلش أحب الهيل، والدجاج أحبه نقلي ونخلي الأفخاذ، مناكل صدر نقلي الأفخاذ ونخلي، فسويته بطريقة بيتنا، حرفياً طريقة بيتنا. لان هنا انا ما راعيت، مو راعيت البهارات الاساسيه بالتدريبات، مع انه شلون يتقدم بيتنا، ردت نكهه بيتنا اوصلها هنا، هذا طبقي. لا اجتهدت ولا ابد، هو برياني بس ان شاء الله يا ربي اكون موفقه به. ولا واحد كل اخذ الدجاج كامل خليه، ولا واحد اخذ صدر دجاج بس. هذا صدر، هذا صدر منه. وسماح اخذت لحم. اليوم اختبار البرياني، اشتغلت البرياني بطريقه مودرن، استخدمت بهارات. الاختبار كان صعب، تناسق البهارات، يعني طبق البرياني متبعوا له هو رز، حب اشكالات يعني شعريه، مكسرات، جزر، بازاليا، بس الشيء الثاني هو خلف الكواليس التوابل اللي راح تستخدمها. سلاح البرياني هو التوابل، استخدمت التوابل بس بنسب مختلفه، مثل الدارسين، القرفه، الهيل، الكبابه، المبصره. هذا اخذ مني وقت بس طلع طبق جيد. اسهل اسهل حبل الظهر بس تحمس انتهى الموضوع، والصدر الجاي بس تحمس انتهى الموضوع. طبق اليوم كان برياني لحم. اول ما بلش الوقت للطبخه اخذت اللحم قطعته وخليته على النار، وبعدين اول شيء خليت المي مال تمن، وبعدين قطعت اللحم وخليته على النار على مود يستوي، ووراها رحت جبت المكونات، وبعدين جمعت البهارات. البهارات مال برياني دائما تصير يعني فريش حتى تعطي النكهه الحقيقيه، طبعا هذا اللي تعلمناه من الشيفيه، وطحنتها وراها حمست الشعريه والخضار، وبهذا الاثناء التمن على النار واللحم همينه دا يستوي، حمست الشعريه والخضار كملتهن، بعدين كملت التمن. بهذا الاثناء جبت المواد مع سلطه، السلطه هي خس وطماطه وعليها زيت الزيتون وملح وعصره ليمون، وطبق ثاني لبن وزيت الزيتون ورشه نعناع مجفف. وقبل ما ينتهي الوقت خبطت كل المواد، وبهذا الأثناء أني جهزت اللوز، حمسته بالزبدة اللوز والكشمش، وبعدين جهزت الطبق، يعني خبطتهم كلهن وجهزت الطبق،
وخليت اللوز والكشمش اخر شيء فوقها للتزيين.